حياكم الله مشاهدينا الاعزاء في لقاء مع الفائزين. يسعدنا في هذه اللحظات ان نلتقي مع مالك شاهين الفائز بالشوط الاول الرئيسي في السباق المحلي السادس لسن الحقائق، خليفه بن عبد الله العطيه صاحب الشعار الاخضر والابيض، نارنا على علم في هذه الرياضه. يسعدنا في هذه اللحظات التقاء هذا المالك. خليفه الف مبروك الفوز، ونقول بيض الله وجهك وتستاهل ناموس وجعلنا ناموس الداي. الله يبارك في عمرك وبريك، والله يجزاك خيرات. سلالته الاب شاهين محمد بن زايد الخيرين شاهين الرموز، امه بنت شاهين بن رشيد في رصيدها عدة سيارات. نعم، اذا كانت الام في رصيدها سيارات والاب في رصيده رموز، اتوقع النتيجه بتكون على قولة المثل من شابه اباه ما ظلم، وتعود بالنفع على المالك. انت ايش تقول كاحد المستفيدين من هذا النتاج الطيب؟ والله يا بريك كلامك صحيح، يعني هو ما شاء الله من الصوبين انجازات، ونتمنى ان شاء الله انه يوصل منهم وزيد ان شاء الله. نعم، في ليلة البارحة يوم كنا نركض في الشوط الأول زفينا لكم نجيل شحاني، أخذت كأس اللقاية والميداليات الثلاثة الذهبية. أنت كأحد المشاركين وتسمع الرادو والإذاعة، كيف كانت ردة الفعل وأنت تركض في الشوط؟ والله يا بريك أمس ناموسنا ناموسين، احنا عندنا شاشة في السيارة شغالة على قناة ياس نتابع ركض كأس الخليج، في نفس الوقت الشوط عندنا شغال، فالفرحة فرحتين أمس. نعم اي نعم. نعم، فوز شاهين وفوز هجن الشحاني البارح لمن تهدي؟ اهدي طال عمرك الفوز لخال احمد بن خليفه العطيه على فوز شاهين، والوالد والاخوان ناصر وعبد الله وناصر ومنصور وعلي، ونهدي فوز هجن الشحانيه لسمو سيدي سمو الامير والى اهل قطر كاف واهل الشحانيه خاصه. يعني نعم، خلينا ناخذ الشباب نتعرف عليه. عبد الله ابو خليفه العطيه. نعم عبد الله، ناموس شاهين البارحه؟ تستاهل خير وعافيه. نعم، ومستانس البارحه فوز شاهين؟ مستانس. لمن تهدي الفوز؟ هدي لابوي عبد الله بن علي العطيه ولعمي ناصر وعمي منصور وعمي علي. نعم، كذلك تعرف عليك؟ عبد الله بن محمد بن خالد العطيه. والله ونعم، انت ولد الحوت ولد المشاغب؟ ولد الحوت المشاغب. ناموس البارحه تستاهلون؟ تستاهل خير وعافيه. انت تتابعت الركض وين؟ ركض الهجن الشحاني؟ التلفزيون. تلفزيون ولا كنت البارحه في الشوط حاضر معنا؟ لا امس كنت يعني مداوم ولا جيت. كيف كانت اعصابك البارحه؟ متوتره والله كانت. وعقب الفوز؟ عقب الفوز الحمد لله وهدي الفوز صاحب السمو الامير البلاد المفدس امين بن حمد بن خليفه الثاني وانجاز الكرام. الف مبروك الفوز على امس الدايم، شكرا لك. شكرا. عفو. إذا نشكرك أبو خليفة على خليفة بن عبد الله العطية على هذا الحضور، ونقول بيض الله وجهك وجعلنا مسلمين دائم، وشكرا جزيلا. وجهك أبيض أبو بريك، وجهك أبيض.